والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أولادي وبناتي الطلاب ومشاهدي القناة متابعي القناة المحترمين. أزف لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر الصيام شهر رمضان المبارك، وألتقيكم في تسجيل جديد ل محاضرة جديدة في استكمالا لما بدأناه في محاضرات الحوامض الكربوكسيلية. اليوم سوف نتحدث عن تفاعلات أو بعض تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية. أول تفاعل من التفاعلات التي سنشرحها ونتطرق لها في هذه المحاضرة هو تفاعل تكوين الأملاح، ومن التفاعلات البسيطة للحوامض الكربوكسيلية والتي تؤكد حامضية هذه المركبات، حيث تنكسر الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين في مجموعة الهيدروكسيل هذه المجموعة، نعم، ويحل محل الهيدروجين عنصر فلزي كالصوديوم إذا استخدمنا قواعد الصوديوم أو أي قاعدة أخرى، وممكن أن يتكون ملح الأمونيوم إذا استخدمنا الأمونيا في هذه التفاعلات. هذه التفاعلات تؤكد على أنه الأحماض الكربوكسيلية قابلة أو قادرة على أن تفقد بروتون وتسلك سلوك حوامض برونشتيد كما نعرفها جميعا. نعم. التفاعل الثاني هو تكوين أسيل هيلايدز، تكوين هاليدات الحامض، من تفاعلات مهمة جدا، وهاليدات الحامض من المركبات التي يمكن أن تستخدم كبدائل للأحماض الكربوكسيلية نفسها في بعض التفاعلات مثل تفاعلات تكوين الإسترات التي سمعت عليها بعد قليل. وفي هذا التفاعل يتم إزاحة مجموعة الهيدروكسيل بكاملها، تخرج مجموعة الهيدروكسيل كمجموعة سالبة، يحل محلها ذرة هالوجين سالبة. التفاعل هو في الحقيقة تفاعل استبدال نيوكليوفيلي، حيث تزاح مجموعة OH بكاملها وتدخل محلها مجموعة الهالوجين مثل هذا المثال اللي عندنا، تدخل ذرة كلور مكان مجموعة OH. هذه الأمثلة الأخرى الموجودة أمامنا، نشوف ان الكواشف المستخدمه في هذا التفاعل ممكن يكون خامس كلوريد الفسفور او ثالث كلوريد الفسفور او الثايونيل كلورايد اللي هو SOCl2. التفاعل الثالث المهم ايضا هو تكوين الاميدات الاميد. طبعا بودي ان اشير هنا الى ان هذه التفاعلات مهمه حتى يعني مذاكرتها والتركيز عليها حتى للطلاب الثالث ثانوي او السادس ثانوي، في بعض الاقطار العربيه نسميه سادس ثانوي، بعض الاقطار نسميه ثالث ثانوي. هذه التفاعلات كلها مهمه لهؤلاء الطلاب لانها موجوده عندهم في مقرر الكيمياء العضويه او الكيمياء الحيويه. تكوين الاميدات ايضا يتضمن ازاحه او استبدال مجموعه OH بالحامض الكربوكسيلي، تنكسر الرابطة أكسجين كربون، هنا الرابطة كربون أكسجين تنكسر وتدخل مكانها مجموعة سالبة، يعني يخرج النيوكليوفيل ويدخل المكان النيوكليوفيل، تخرج قاعدة لوس وتدخل مكانها قاعدة لوس ويتكون الأميد. الأميد مثل الهاليدات الحامض هو عبارة عن مشتق حامض كربوكسيلي، ومشتقات الحامض الكربوكسيلية لها حضور في كثير من التفاعلات العضويه والتفاعلات الحيويه. طبعا هنا في البدايه يتكون ملح، وبعد ذلك يتم تحليل هذا الملح وتحلل هذا الملح نوعيا ليتحول الى الاميد. هذا مثال على تحويل حمض الاسيتك اسيد بمفاعلته مع الامونيا يتحول الى الاسيد اميد، مركب الاسيد اميد. التفاعل الرابع ايضا من التفاعلات ذات الاهميه الكبيره جدا،
وفي هذا التفاعل علينا أن نركز قليلا على التفاعل والطريقة التي يتم فيها التفاعل، حيث يجري مزج الحامض الكربوكسيلي أسيتيك أسيد في هذا التفاعل مع جزيئة أخرى من نفس الحامض، أما من نفس الحامض أو من حامض آخر، بس هنا النموذج اللي أمامنا هو تفاعل جزيئتين من الحامض. الحامض الأول يفقد OH، الحامض الأول تطلع من عنده OH، والحامض الثاني طبعاً الـ OH اللي تطلع من هنا تطلع النيوكلوفيل سالبة، والحامض الثاني تطلع من عنده بروتون H موجب، وطبعاً بهذا الشكل هذا التفاعل نستطيع أن نسميه تفاعل كونديتيزيشن، تفاعل تكثف، وعادة تفاعلات التكثف تنتج من عندها جزيئة ماء كما نلاحظ، إضافة إلى الناتج العضوي الأساسي اللي هو الأستيك أنهايدرايد. هذه مركبات الأستيك أنهايدرايد أيضا مركبات على أهمية كبيرة جدا في كثير من التفاعلات العضوية، تستخدم كاشف، تستخدم عوامل مساعدة، تستخدم عوامل أستلة في كثير من التفاعلات، تفاعل خاصة أستلة السكريات. نعم، التفاعل الخامس هو تكوين الاسترات، وهذا التفاعل أنا أريد أركز عليه وأنوه إلى أولادي وبناتي طلاب كلية الطب والعلوم الطبية بشكل عام، إضافة طبعاً للناس الدارسين الكيمياء الآخرين، إنه هذا التفاعل مهم جداً، تكوين الاستر مهم جداً، لأن الاسترات مجموعة كبيرة أو عائلة كبيرة من العوائل العضوية ولها استخدامات كثيرة جداً في صناعات تبدو لها أول وليس لها آخر، من ضمنها صناعات دوائية، صناعة الكوزمتيك، مواد التجميل، صناعة أقمشة. والمهم عندي هنا لي أولادي في كلية الطب البشري أن الإسترات في أنواع من عندها، إذا حصل التفاعل بين الحمض الشحمي، يعني مكان الكاربوكسيليك أسيد يصير عندنا حمض شحمي، وبكحولات معينة مثل الجليسيرول على سبيل المثال تصير الإسترات الناتجة تسمى بالجليسرايد، مونوجليسرايد، دايجليسرايد، تريجليسرايد، وهي أهم نوع من أنواع الليبيد، أهم نوع من أنواع المركبات التي يمكن أن توصل بأنها حوامل طاقة، مخازن طاقة ضمن مركبات الليبيدات أو الشحوم والزيوت إلى آخره من هذه المركبات. في هذا التفاعل كما قلت تحصل عملية تكثف بين الحمض الكربوكسيلي أو الحمض الشحمي مع الكحول، والكحول ممكن أن يكون أحادي OH، أحادي الهيدروكسيل، ثنائي الهيدروكسيل، ثلاثي الهيدروكسيل إلى آخره، بس عندنا فرايتي كبيرة جدا من المركبات التي تسمى بالإسترات. عملية الإسترفيكيشن ممكن أن تتم باستخدام كاشف آخر مختلف عما ذكرنا قبل قليل، تكلمنا عن الكحول ككاشف أسترة، هنا نتكلم عن الدايزوميثين، مركب CH2N2 ودايزوميثين مع الحمض الكربوكسيلي ممكن أن يكون أستر بنفس الطريقة التي يكونها الكحول مع الحامض الكربوكسيلي. من التفاعلات الأخرى للأحماض الكربوكسيلية هي تفاعلات الاختزال التي تتم بكواشف مختلفة، منها مثلا الكاشف المستخدم هنا أمامنا هو ليثيوم ألمنيوم هيدرايد Li(AlH4) بوسط من الإيثر وبإضافة كميات قليلة من الماء، نلاحظ أن الحامض الكربوكسيلي يتحول إلى كحول، يعني تتم عملية اختزال مجموعة الكربوكسيل إلى مجموعة OH، إضافة للنواتج الغير عضوية اللي هي هيدروكسيد الليثيوم وثالث ثلاثي هيدروكسيد الألمنيوم. هذا مثال على العملية، أيضا مثال آخر على العملية يبدو هذا بدون مكرر هذا نفسه، لا هناك كان مثال عام R وهنا صار مثال مخصص استخدم فيه الأسيتيك أسيد. الاختزال الآخر
مع الدايبورين مركب بي اتش 3 في الكاش في المذيب تي اتش اف، وايضا في وسط مائي محمص. استخدم هنا البنزلوك اسيد وحول الى بنزيل الكحول، ايضا عمليه ريدكشن اختزال لمجموعه الكربوكسيل الى مجموعه هيدروكسيل. من التفاعلات المهمه جدا ذات التطبيقات الواسعه ايضا في الكيمياء العظميه والحيويه هي هلجنة الموقع ألفا في الحامض الكربوكسيلي، الألفا هالوجينيشن. الألفا هالوجينيشن هو الموقع الذي يجاور مجموعة، يعني ذرة الكربون المجاورة لمجموعة الكربوكسيل، هذه مجموعة CH2، هذه مجموعة الكربوكسيل، وهذه هي المجموعة ألفا المجاورة لها. فنلاحظ هنا في هذا التفاعل أنه تم عملية إزالة ذرة هيدروجين، استبدال ذرة هيدروجين في هذا التفاعل باستخدام غاز الكلور واستخدام الفوسفورس كعامل حفاز. نلاحظ أنه تم استبدال إحدى ذرات الهيدروجين في مجموعة المثل هذه والمثلين، وتم تحويل المركب إلى هالوجينيتد أسيد. هذا مثال على هذه التفاعلات، وهذا التفاعل مهم جدا لأنه من التطبيقات المعروف عليه انه يزيد من حمضيه الحامض الكربوكسيليه. فاحنا في بعض التفاعلات لا نستطيع ان نستخدم حامض هيدروكلوريك او الكبريتيك او النتريك، يعني هاي الميتاليك اسيد ما نستطيع ان نستخدمها في لانها في وسط مائي، والوسط المائي لا يصلح لتفاعلات عضويه معينه، بل نحتاج الى حوامض عضويه للاستخدام. فعندما نحتاج الى حامض عضوي ايضا نحتاج الى حمضيه معينه، فحتى نزيد حمضيه الحامض العضوي لكي تناسب التفاعل المطلوب نقوم بادخال هيدروجين على ذره الكربون الفا في الحامض الكربوكسيلي. هذا الجدول راح امر عليه مرور سريع، ما اتوقف عنده لانه يعني المهتمين بالجانب العملي للتحليل الكواليتاتيف اللي هو التحليل النوعي للحامض الكربوكسيلي. هذه الطرق المستخدمه الصوديوم بايكربونات تيست والاستريفيكيشن تيست والفلوريسنت تيست. بامكان الناس اللي يريدون يجربون الكواليتيف اناليسيس فور كاربوكسيليك اسيد ان يلجؤون الى هذه يلجؤون الى هذا الجدول، وفيهم يعني موضح الكميات اللي نحتاجها من كل كاشف لغرض التحليل النوعي للحوامض الكاربوكسيليه. الجدول الاخر هذا يتكلم عن الكواليتيف يعني التقدير الكمي للأميدات، وأيضا وضح أن الكواليتيف تيست فور أمايد، وأيضا أعطانا الكواشف الصوديوم هيدروكسيد تيست، وعند الهيدروكسيد أسيد تيست، وعند النيتروس أسيد تيست، وعند الهيدروجين بيروكسيد تيست أيضا اللي يحتاج أن يجي لعملية كواليتيف أناليسيس فور أمايد يستطيع أن يعود إلى هذا الجدول. الجدول الأخير، هذا الجدول يعني راح ما أتكلم عنه كثيرا، بس راح أتركه لاستفساراتكم ومذاكرتكم له، لأنه خاصة طلاب الطب والصيدلة بشكل خاص، العلوم الطبية بشكل خاص. هذه استخدامات مختلفة لنماذج من الحامض الكربوكسيلية، بعض الحامض الكربوكسيلية، وهذه اليوزز الاستخدامات مالتها. انا ما راح ادخل في التفاصيل، فقط اقول انه هذه الاستخدامات اليوزز للاسيتيك اسيد، منها مثلا سينثيسيس اوف اسيتون، تكوين استرات، تكوين خلات السيلولوز الى اخره. اللاكتيك اسيد ايضا هذه مثلا هنا مستخدم في عمليات حفظ الاغذيه، في عمليات اعطاء طعم، وعمليات التطهير ايضا بعض المواد ذات الاستخدامات البشريه. عندنا التارتاليك اسيد مستخدم في عدد من الصناعات المهمه، منها صناعات دوائيه ومنها صناعات غذائيه. السيتريك اسيد ايضا استخداماته موضحه امامكم، وانا اقترح ان يقوم كل من هو مهتم بهذا الموضوع أن يقوم بترجمة الاستخدامات لكي يضعها
باللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية حتى يتعرف عليها بشكل يعني. هذا جدول جميل جدا وفيه فائدة كبيرة لمن يريد أن يستفيد. عندنا الساكسونيك أسيد أيضا هذا الاستخدامات الواضحة أزاءها في صناعة الليكرز في صناعة الدايز إلى آخره. وعندنا الأوكسالك أسيد مستخدم في الريدكشن في ريدكس تايتريشن تفاعلات التسحيح الاختزال في الانكسترين ريموفر وفي عمليات أخرى كثيرة جدا. السالسيليك أسيد هذه أيضا له استخدامات طبية وصناعية مختلفة. البنزويك أسيد قاتل الجراثيم مفيد في التهابات المسالك البولية إلى آخره. البنزيل بنزويت أيضا مستخدم في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل السكابس وأمراض أخرى مختلفة. عندنا الدايمثل الثالث مستخدم في معالجة مكافحة الحشرات وأيضا مستخدم في صناعات دوائية أخرى مختلفة. المثل سالسلت أيضا له استخدامات خاصة في معالجة العضلات المتصلبة أو المتشنجة يعني هو مرخي للعضلات إذا صح التعبير. والأسيتيل سالسيليت هو أيضا عبارة عن بين كيلر وأنتي إنفلاماتوري ري إيجنت. مرة ثانية أكرر القول على أن هذا الجدول في غاية الأهمية وباستطاعة الكثير من الطلاب الدارسين للكيمياء ويربطوها بالعلوم الطبية العلوم الصيدلانية أن يستفيدوا من عنده أو يكون منطلق للتعرف عليه. أنا جبت هذا الجدول في المحاضرة لكي أقول لكم أنني عندما أربط بين الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية فإنني لا أنطلق من فراغ، وإنما الكيمياء العضوية هي جزء الأساس الذي بنيت عليه الكيمياء الحيوية. ومعظم الكثير من المركبات العضوية هي ذات فعالية بيولوجية في جسم الإنسان في النباتات في الكائنات الحية الأخرى. أكتفي بهذا القدر لهذه المحاضرة اليوم، وأرجو أن تكون مفيدة في إلقاء الضوء على تفاعلات مهمة لهذه المركبات اللي هي الحوامض الكربوكسيلية. وأكرر في نهاية المحاضرة القول بأن الحوامض الكربوكسيلية منها تتفرع ما يسمى بالأحماض الأمينية التي هي الأساس في بناء البروتينات البيبتيدات والبروتينات. منها تتفرع الأحماض الشحمية اللي يكون فيها عدد ذرات الكربون أكثر من 8 أو 10 ذرات كربون. والأحماض الشحمية ممكن أن تكون مشبعة وغير مشبعة، وهي جزء من تركيب المجموعة التي تعرف بالليبيدات الشحوم والزيوت إلى آخره. تحياتي لكم، وإلى أن نلتقي قريبا في محاضرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.